أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج. يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج العذراء الاثنين 9 أغسطس 2021. يمكنك توقع معارف جديدة قريبا، نظرا لأنك تميل إلى التحدث بسرعة كبيرة فقد تضطر إلى الإبطاء قليلا، وإلا فلن يتمكن من حولك من فهمك. على الرغم من المشاعر التي يصعب عليك الاحتفاظ بها لنفسك، يمكنك توقع تغيرات إيجابية تضمن النجاح. هذا هو الوقت الذي تكون فيه المشاعر عالية جدا، وقد تتفاجأ بمدى عمق مشاعرك. الترتيب السماوي لهذه الدورة يجلب معه الرغبة في التخلي عن جميع جداولك الزمنية والخطط الصارمة لصالح فترة من الوئام والاستمتاع. هذا هو الوقت المناسب لتوجيه أموالك نحو شيء ذو معنى، شيء سيساعدك. فكر بوضوح بدلا من التصرف بشكل عشوائي. هذه الفترة ستكون مرتبطة بالأخبار السيئة التي يجب أن تتقبلها بهدوء. اللحظة مناسبة لرحلة تتضمن بداية أنشطة جديدة، خاصة إذا كانت في الخارج. صح عاطفيا، إذا تمكنت من تنسيق أفعالك مع شريكك فستتلقى أقصى قدر من الإيجابية وتتجنب كل المشاكل. احمي نفسك من الاجتماعات والمحادثات غير المرغوب فيها مع المعارف غير المعروفين. تشجعك محاذاة الكواكب على التعبير عما تشعر به. إذا كنت تقوم بقمع مشاعر معينة فقد تجد أنه لم يعد بإمكانك كبحها لحظة أخرى. لا تتسرع أو تسمح للعمل العدواني فقط لإثبات صحتك. قد تضطر إلى التباطؤ والتفكير في المكان الذي يسير فيه الموقف الذي تتعامل معه بالفعل، وما هي دوافعك للمشاركة في المقام الأول. ربما يمكنك الترتيب للذهاب إلى مكان لم تذهب إليه من قبل، لكنك تريد دائما الذهاب إليه. هذا هو الوقت المناسب للنظر في الخطط المستقبلية والطرق التي يمكنك من خلالها البدء في تنفيذها. ستكون سعيدا بأخبار الأحداث السعيدة القادمة، وكن جريئا مهنيا. إنه ما بدأته لتجنب انتقاد رؤسائك. ليست هناك حاجة للكفاح من أجل أن تكون ناجحا. لا تخاطر وحافظ على هدوءك مهما لم توافق على ما يحدث من حولك. قم بإجراء المحادثات بنبرة هادئة وعاطفية مقيدة. الفوائد المالية في متناول اليد، لذا لا تخف من التصعيد والمطالبة بما تعلم أنك اكتسبته بشكل صحيح. في هذه المرحلة من المهم أن تمتنع عن اتخاذ قرارات مهمة للتغيرات طويلة الأجل. ستستمتع كثيرا برحلة إلى مكان اجتماعي محلي أو ربما نزهة في مكان ما في البلدة. ستؤدي الصعوبات بشكل غير متوقع إلى تغيير خططك الفورية في الوقت الحالي. حاول أن لا تبالغ في تحليل حالاتك الحالية عند الذهاب للعمل أو التسوق. اسلك طريقا آخر أو تسوق في مكان آخر. توافق برج العذراء في الحب مع برج الحوت، في الصداقة مع برج الميزان، في العمل مع برج الأسد. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.